وفي ظل غياب شبه كامل للكوادر الطبية، نظم ناشطون في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق دورات للإسعافات الأولية والدفاع المدني لمساعدة الأهالي وإرشادهم إلى أنسب الطرق للتعامل مع المصابين في مختلف الحالات الطارئة. هنا مخيم اليرموك، حيث ساد الظن بين أبنائه أنه منطقة آمنة ورئة تنفس لأخوانهم النازحين من بطش النظام ووحشيته من المناطق المجاورة، ولكنه اليوم لم يعد كذلك. قذائف مدفعية النظام بصوت سيارات الإسعاف وهي تهرع لإجلاء الجرحى والمصابين من تحت الركام بفعل القذائف لم تعد تتوقف. الوضع تغير، هكذا بدا الحال لأبناء المخيم، وكبيئة نشيطة ومتفاعلة سارعت كوادرها الطبية لإنشاء فرق متخصصة بالعمل الإسعافي من خلال ورشات مكثفة لا تتجاوز الأسبوع سميت بدورات الدفاع المدني. المرحلة الجديدة تصاعدت الأحداث بالمخيم وصارت القذائف تنزل علينا، تمام، فأدت هذا الشيء إنه نحن لازم نكون متواكبين مع الحدث، تمام، ومن من على من هذا الأساس انطلقت حالات جديدة اللي هي بلشت دورات الدفاع المدني، تمام، وإعداد كادر ممرض. الورشة تلخصت للشباب المتطوع فيها طرق الإسعافات الأولية كافة والمشاكل التي قد تواجههم على الأرض من إجراء التنفس الاصطناعي في حالات الاختناق وإطفاء الحرائق التي يخلفها القصف إلى أساليب نقل الجرحى من خلال استخدام الحمالة الإسعافية في حالة الكسور وتجاوز الحواجز بالشكل السليم التي من الإمكان أن تعيق حركتهم دون أن يصاب الجريح بأذى أثناء نقله، وآلية سحب المصابين من تحت الركام بالشكل الأمثل. هلا بموضوع الدفاع المدني شق خاص، يعني اول شيء موضوع اقتحام البيوت اللي بيكون فيها قذائف وحريق، يعرفوا كيف يفوتوا على البيت، يعرفوا كيف يتصرفوا مع حاله الكهرباء او حاله الحريق اللي موجوده او حاله الغاز الموجود او حاله كل مصادر الوقود الموجوده. حرفه اسعاف الاخ لاخيه والاب لابنه والام لابنتها، حرفه قد تكون اجورها مرتفعة جدا. سناء ملحم، دمشق.